مسيرتنا في السيكس سيجما، نكمل مسيرتنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا في السيكس سيجما. المره اللي فاتت خلصنا السايبوك وشرحناه وادينا عليه كيس ستادي، وناس كتير قوي بعتته، والله ينور عليهم كلهم اللي بعتوه في دايجرام، لان انا كنت عايز هو من شروط عمل السايبوك اللي هو يتعمل في دايجرام، ما يتعملش في اكسل او يتكتب كده وورد، لازم يتعمل في دايجرام. وناس كتير قوي جدا بعتوه، واللي بعته في اكسل واللي بعته في وورد، لما قلت لهم انا على الجروب لازم دايجرام، ظبطوه وعملوه في دايجرام، والله ينور عليهم. ان شاء الله باذن الله هنبتدي النهارده في استكمال الكورس بتاعنا. وانا طلبت النهارده امبارح منكم، وطلبت النهارده الصبح برضو، بعت على الجروب، بعت لكم البرنامج بتاع ميني تاب، ده برنامج احصائي طبعا كل الناس عارفاه ومشهور، وارجوكم سطبوه على الاجهزه بتاعتكم، كل واحد ينزله على اللاب بتاعه. انا بعت السورس امبارح وبعته النهارده تاني، وتعتبر المنهجيه بتاعتنا كلها زي ما انتم عارفين عمليات احصائيه واساليب بنستخدمها في تحليل البيانات وجمع المعلومات من كافه الوسائل، وبنحللها عن طريق الميني تاب والاكسل، وزائد طبعا الاساليب بتاعتنا اللي احنا بنشرحها زي اسلوب السايبوك، وزي اساليب كتير، واساليب كتير طبعا لسه هندرسها، مش عايز يعني اقولها لكم دلوقتي، كل حاجه هتيجي في وقتها. وان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا معانا في الكورس دوت، وكل الناس اللي مش فاهمه اي حاجه تبعت لي على الجروب وانا بجاوب، واللي يعني مش فاهم حاجه في المحاضره في نهايه المحاضره يقول لي عليها وانا هجاوبها برضو. وان شاء الله باذن الله اتمنى لكل الناس تكون فهمت يعني ايه السيكس سيجما، وتكون فهمت فايدتها، لان طبعا كورس سيكس سيجما يعني مفيد جدا جدا في ادارات الاعمال والخدمات والصناعه، ف يعني من الكورسات المفيده جدا جدا ونقدر نطبقها، وبتعود على المكان اللي احنا شغالين فيه بالخير دايما ان شاء الله. هناخد النهارده حاجه جديده معانا، يعني دي تعتبر نهايه الديفاين، اللي هو الفويس اوف كاستمر. الفويس اوف كاستمر اللي هو صوت العميل. ايه هو الفويس اوف كاستمر، او ايه المفهوم بتاع الفويس اوف كاستمر؟ يعني مهم في ايه؟ يعني مهم في ايه في الكورس بتاعنا ده؟ طيب احنا لو هنيجي نعرف او ندي تعريف كده صغير كده لصوت العميل، الفويس اوف كاستمر، هنقول هو مصطلح بيستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات. يبقى هو مصطلح بيستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال والجودة لوصف العملية، سواء كانت العملية دي منتج أو خدمة. يبقى هو مصطلح بيستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال والجودة لوصف العملية، سواء كانت العملية زي ما اتفقنا في أول الكورس منتج أو خدمة، لفهم متطلبات العميل. يعني احنا بنشوف متطلبات العميل ايه من خلال الفويس اوف كاستمر. يبقى التعريف بتاعه زي ما هو مكتوب كده في الباوربوينت، هو مصطلح بيستخدم
هو مصطلح بيستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال والجودة لوصف العملية لفهم متطلبات العميل. تمام. طب لو نديله كمان تعريف عشان نأكد يعني إيه صوت العميل، هنقول هو أسلوب أبحاث السوق، يعني أنا بعمل أبحاث ودراسات على السوق الذي ينتج مجموعة مفصلة من طلبات العميل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو يعتبر صوت العميل بيعتبر أسلوب أبحاث، يعني أنا بعمل أسلوب أبحاث أو أسلوب دراسي أو سامري أو حاجة كده بسميها فويس أوف كاستومر عشان أعرف منها متطلبات العميل. طبعا متطلبات العميل وهندرس دلوقتي بعد شويه في اكزامبل كده الشركات بتعمل ايه في موضوع الفويس اوف كاستمر ده. يبقى هنقول هو اسلوب ابحاث السوق الذي ينتج مجموعه مفصله من طلبات العميل. طيب لغايه كده كويس، احنا كده فهمنا يعني ايه الفويس اوف كاستمر، وإن هو مصطلح يستخدم في مجال التكنولوجيا والأعمال والجودة لوصف العملية، سواء كانت العملية دي إيه؟ منتج أو خدمة، لفهم متطلبات العميل، وهو أسلوب أبحاث السوق الذي ينتج مجموعة مفصلة من طلبات العميل. طيب، صوت العميل لازم يكون فيه مبادرات، مبادرة مني أنا عشان أحققها لأكتسب صوت العميل. أو لأكتسب رضا العميل أو أكتسب الثقة بتاعته فيا عشان يبتدي يتعامل معايا ويشتري مني المنتج أو الخدمة اللي أنا بعرضها وبقدمها. طب إيه هي المبادرات دي؟ أنا عندي أربع نقط مهمين في المبادرات هنقولهم دلوقتي. النقطة الأولى فهم مفصل لمتطلبات العميل. أنا لازم أفهم بالتفصيل متطلبات العميل ده اللي انا بتعامل معاه هو محتاج مني ايه بالظبط في منتجه. طب بفهم منه ازاي؟ عن طريق الفويس اوف كاستمر، وهنعرف ازاي دلوقتي. يبقى النقطه الاولى من مبادرات صوت العميل فهم مفصل لمتطلبات العميل، فهم مفصل لمتطلبات العميل. طيب النقطة الثانية لازم يكون في لغة حوار ما بيني وما بين مين؟ الفويس اوف كاستمر. فلازم يكون في لغة مشتركة، لغة مشتركة للفريق اللي معايا اللي انا بكريته في السيكس سيجما والعميل اللي بتعامل معايا. طبعا لغة الحوار دي هندرس مثال فيها بالتفصيل دلوقتي. يبقى النقطة الثانية لغة مشتركة للفريق للمضي القدماء. أنا عايز لغة مشتركة أتعامل بيها مع العميل وأفهمها للفريق اللي معايا اللي أنا كريته عشان يبقى جو أهد بقى، أنا أمشي بقى في المنتج اللي هو طلبه مني العميل وأبتدي أتعامل معاه وأبتدي هو يرضى عليا ويبتدي فيه تعزيز من خلال العميل للمنتج بتاعي والدنيا إيه؟ تمشي والمنتج أو الخدمة اللي بتاعتي تتباع. فلازم يكون في لغة مشتركة. هناخد اللغة المشتركة دي هنشرحها بعد شوية بعد دقيقتين كده. يبقى من المبادرات صوت العميل قلنا واحد فهم مفصل لمتطلبات العميل، اتنين لغة مشتركة للفريق للمضي قدما، بعد كده النقطة الثالثة مفتاح الإدخال لتحديد مواصفات التصميم المناسب. ايه هو المفتاح الادخال لتحديد مواصفات التصميم المناسب للمنتج او الخدمه؟ العميل بيديني انبوتس من خلال سبيسيفيكيشن، بيديني مواصفه منتج مواصفه خدمه انا باخدها من العميل. من خلال المواصفه دي انا بعمل لها ستادي وبحللها وبشوف العميل دوت طالب مني ايه من خلال المواصفه. تمام، باخد المواصفه دي بديها للادارات المختلفه اللي معايا اللي هي مسؤوله عن تنفيذ هذا المنتج، زي التكنيكال اوفيس،
زي الجودة زي الإنتاج، وبيشوف الأقسام ديت هل أنا أقدر أوفر المتطلبات اللي طالبها مني العميل دوت من خلال المنتج أو الخدمة اللي أنا بعرضها ولا لأ. طبعا بناء على لغة الإدخال دي أنا باخد اللغة ديت من العميل. طبعا بعد ما بعمل معاه العقد وبيتفق مع الإدارة العليا على إنتاج المنتج بتاعه، هو بيديني السبيسيفيكيشن، وأنا وإحنا طبعا كفريق في الشركة بنبص على السبيسيفيكيشن بتاعته، وبنشوف إذا كنا هنقدر نحقق المنتج دوت بالجودة أو بالمتطلبات اللي هو طالبها ولا لا. فلازم يكون في استادي، ولازم تكون في دراسة للمتطلبات اللي هو مديهالي. فهي النقطة الثالثة، مفتاح الإدخال لتحديد مواصفات التصميم. طب أحدد مواصفات التصميم إزاي؟ عن طريق السبيسيفيكيشن أو اللي كاتبه بقى في العقد أو أيا كان الانبوتس اللي هو مديهالي العميل لإيه؟ لتنفيذ ذلك المنتج أو تلك الخدمة. خلاص، يبقى مفتاح الإدخال لتحديد مواصفات التصميم المناسب للمنتج أو إيه خدمة جديدة. تمام. النقطة الرابعة، يعتبر الفويس أوف كاستومرز صوت العميل نقطة انطلاق مفيدة للغاية. هي تعتبر نقطة انطلاق مفيدة للمكان اللي أنا فيه وللعميل. أنت بتبتكر بقى، أول أنت لما بتعرف المتطلبات بتاعة العميل بتبتدي تدرسها وبتبتدي تنفذها وبتشتغل عليها أنت والتيم وورك اللي معاك، وبتبتدي تستفاد من خلال تنفيذ هذه المتطلبات مع العميل. يبقى النقطة الرابعة هي تعتبر نقطة انطلاق مفيدة للغاية لابتكار المنتجات. يبقى احنا كده يعني قلنا شوية حاجات نظري كده، وفهمنا يعني ايه الفويس اوف كاستومر للناس اللي لسه داخلة معانا اونلاين. هنقولها بسرعة كده شديدة، قلنا صوت العميل هو مصطلح بيستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال والجودة لوصف العملية لفهم متطلبات العميل، وهو اسلوب ابحاث السوق. يعني السوق بيعمل ابحاث الذي ينتج مجموعه مفصله من طلبات العميل. انا بعمل ابحاث من خلال متطلبات العميل وبشوف المتطلبات ديت في السوق هتناسبني انا كمنفذ او كمنتج ولا لا. فببتدي ادرس المتطلبات بتاعه العميل مع التيم ورك اللي عندي، وبشوف هقدر احققها وهقدر انفذها بالمتطلبات اللي هو عايزها ولا لا. طيب نقول مبادرات صوت العميل، قلنا اربع نقط: فهم مفصل لمتطلبات العميل، وهو يعتبر لغه مشتركه للفريق للمضي قدما، ومفتاح الادخال لتحديد مواصفات التصميم المناسب للمنتج او خدمه جديده، تعتبر نقطة انطلاق مفيدة للغاية لابتكار المنتجات. وده باختصار شديد الفويس اوف كاستومر. طيب المبادرة الثانية اللي انا قلت عليها، اللي هي لازم يكون في لغة مشتركة للفريق اللي انا مكريته في الشركة او في المكان الخدمي اللي انا شغال فيه، سواء كان من الفريق بتاع السكس سيجما أو من الفريق الذي يتعامل مع العميل مباشرة وهو السيلز، بيكون في لغة مشتركة. هندي منها المثال اللي احنا شايفينه اللي هو الكاستومر سيرفي. لازم يكون في المكان اللي انا شغال فيه زي فورمة شغال عليها، بيسموها في 90% من الشركات والمكان الاماكن الخدمية كاستومر سيرفي. الكاستومر سيرفي ده بيتعمل ازاي؟ انا عندي الكاستومر سيرفي بتحدد فيه اسم الشركه او العميل اللي انت بتتعامل معاه، وتقول كومباني نيم،
ايا كانت الشركه اللي جايه او العميل اللي بينفذ المنتج عندك في المكان او بينفذ عندك الخدمه المطلوبه، فبتكتب له اسمه فوق، اسمه فوق، وتبتدي تعمل جدول زي اللي احنا شايفينه ده. الجدول دوت بينقسم لبرسنت، يعني نسب، وبحدد فيها السيرفي ايتم. يعني ايه السيرفي ايتم؟ كل المتطلبات اللي انت شايفها مناسبه في المنتج بتاعك بتكتبها، وبتقسم البرسنت بتاعتك لغايه يعني من 90 ل 100 في المية، ومن 75 ل 90 في المية، ومن 50 ل 75 في المية، وأقل من 50 في المية، ونشوف لو في نقطة هنكتب. وبتكتب له هنا اللي هو السيرفي ايتم زي الجلوبال بيرفورمانس والدليفري تايم والبرودكت كواليتي والفينشنج والماركينج والباكينج والهاندلنج والترانسبورتيشن والتكنيكال سبورت والفاينانشال بروسيدجرز والبرايسز والبيمنت تيرمز والاريكشن والكومبلنت ريسبونس والجالفانايزد كواليتي والاتش اس اي رولز اللي هي الامن الهيلز سيفتي اللي هو قواعد الامن الصناعي. انت بتكتب كل ما هو متطلب منك او كل ما هو تارجت عندك في المنتج او الخدمه بالنسبه لك في السيرفي ده، وهقول لك هنعمله ازاي، او سواء كان فريق السيكس سيجما اللي بيعمله او قسم السيلز اللي موجود في المكان هو اللي بيعمل الكاستمر سيرفي. بتيجي تقسم كل ايتم من دول حسب الدرجه اللي انا حاططها. يعني مثلا انا بدي الجلوبال بيرفورمانس من 90 ل 100 بتدي له درجه هنا، طب لو من 75 ل 90 بتدي له درجه هنا، حسب العميل هو اللي بيكتب كده. يعني العميل اللي هو اللي انا كاتب المفروض كومباني نيم فوق بيكتب اسمه هنا، هو اللي بيدي النسبه قدام كل ايتم مكتوب. وبتيجي انت من خلال الايتمز كلها اللي موجوده دي بتعمل حاجه اسمها الاسسمنت ريزلتس، بتيجي تقيم كل النتائج بتاعتك من خلال افريج. يعني انا بقعد اجمع بقى في النهايه، يعني مثلا هنا في المثال اللي انا مديه دوت ان العميل مثلا وليكن ايا كان اسمه، مش عايز اذكر اسم عميل، مديني في الخانه بتاعه الجلوبال بيرفورمانس 95% ومديني في الدليفري ديت 80% ومديني في الكواليتي بتاعه المنتج البرودكت كواليتي 90 والتشطيب والماركينج والباكينج مديني 90. هقعد اجمع كل النسب اللي العميل حاططها دي واعملها متوسط واشوف انا فين من متطلبات العميل. ازاي؟ يعني لو جينا جمعنا ال 13 خانه دول، ال 13 نسبه دول، وقسمناهم على عدد 13 هيديني النسبه الكليه في متطلبات العميل، وهيبقى الاسسمنت ريزلت يعني من 90 ل 100 ده ممتاز اكسلنت، ومن 75 ل 90 جود، ومن 50 ل 75 نيدز تو ستادي يعني هي محتاجه دراسه، وطبعا لو لسه اقل من 50% ده تعتبر شكوى عميل كاستمر كومبلينت. فدلوقتي احنا من خلال الكاستمر سيرفي بنعرف متطلبات العميل، وبنعرف نقطة الضعف اللي عندنا من خلال الايتمز المشروحة ديت، ونقدر نقويها. العميل اداني فيها درجة مش كويسة او نقطة مش كويسة، فانا اقدر اشتغل عليها واقويها بحيث ان انا اقرب بعد كده النسبة اللي اداها لي العميل من خلال السيرفي بتاعي. كده فاهمين الموضوع بتاع الكاستمر سيرفي؟ لو في اي حد مش فاهم اي حاجه يكتب لي على الشات. طيب قبل ما نخش على القياس، هو ده يعتبر ملخص يعني الفويس اوف كاستمر. نعيده تاني بسرعه في عجاله. الفويس اوف كاستمر اللي هو صوت العميل هو مصطلح بيستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاعمال والجوده لوصف العمليه ولفهم متطلبات العميل، وهو اسلوب ابحاث السوق
الذي ينتج مجموعة مفصلة من متطلبات العميل، والمبادرات بتاعت صوت العميل فهم مفصل لمتطلبات العميل، وهو لغة مشتركة للفريق للمضي قدما، ومفتاح الإدخال لتحديد مواصفات التصميم المناسب للمنتج أو الخدمة الجديدة، وهو يعتبر نقطة انطلاق مفيدة للغاية لابتكار المنتجات. وبنعمل حاجة اسمها الكاستومر سيرفي، بالنسبة بنكتب اسم الشركة اللي احنا نتعامل معاها أو العميل بتاعنا بنكتب اسمه، وبنعمل الجدول دوت، وبنقسمه نسب مئوية، وكل نسبة مئوية قدامها الايتمز اللي أنا بحلل عليها النسبة، بيجي العميل بيديني الدرجة بتاعتي، باجي بعمل افريج في النهاية عشان أجيب الاسسمنت ريزلت. الاسسمنت ريزلت هو مقسمها من 90 ل 100 ده ممتاز، ومن 75 ل 90 ده جود، ومن 50 ل 75 ده نيدز تو ستادي، واقل من 50% يعتبر ده شكوى عميل. وبنبتدي نتعامل بقى مع الشكوى، وبنشوف مشاكلها ايه، وبنحللها لغايه لما ايه بنحل المشكله. طيب هنخش بقى النهارده على موضوعنا الاساسي اللي هي تعتبر في الدماغ، الخطوه الثانيه بعد الديفاين. يعني الدماغ الخطوه الثانيه فيه بعد الديفاين الميجر. هنبتدي النهارده نشرح الميجر، وهنشوف بنعمل فيه ايه، وهدفه ايه، وهنحقق فيه ازاي، وهنقيس ازاي، وايه الخطوات بتاعتنا اللي احنا هنتبعها في من خلال الميجر. طيب هنقول هدف خطوه القياس ايه. اكيد خطوه القياس ليها تارجت عشان اقدر احققه، فهيبقى اول نقطه عندي في هدف القياس هو جمع البيانات والحقائق المتعلقه بالمشكله. يبقى نقطه رقم واحد هي جمع البيانات والحقائق المتعلقه بالمشكله. النقطه الثانية تحليل البيانات ورسم خرائط العملية. يبقى النقطة الثانية هحلل البيانات اللي أنا جمعتها، وابتدي أرسم الخرائط والشرط اللي أنا ابتدي إيه أحقق بيها العملية بتاعتي. يبقى النقطة الثانية تحليل البيانات ورسم خرائط العملية. النقطة الثالثة مصدر البيانات يجب أن يكون موثق. يعني البيانات اللي أنا بجمعها واللي أنا بجمعها طبعا عن طريق التيم بتاعي لازم يعني لابد أن يكون من مصدر موثوق فيه، بجمعها واضمن واتأكد قبل ما أعمل وأقيس العملية إن البيان اللي جالي دوت مظبوط، من خلال بقى التيم بتاعي، من خلال داتا تانية موجودة. فلازم أتأكد من مصدر المعلومات أو البيانات بتاعي. يبقى هدف خطوة القياس النقطة الأولى جمع البيانات والحقائق المتعلقة بالمشكلة أو العملية. النقطة الثانية تحليل البيانات ورسم خرائط العملية. قبل ما أحلل بياناتي وأرسم الخرائط يجب أن أتأكد من مصدر البيانات، ويجب أن يكون موثوق فيها ومؤكد. يعني بيانات تكون موثوقة ومؤكدة، وأقعد مع التيم بتاعي وأعمل ميتنج وأشوف البيانات اللي هو جايبها دي إذا كان فيها مشكلة صحيحة ولا فيها مشكلة، عشان أقدر أبتدي أحلل بياناتي وأرسم الخرائط اللي بناء عليه التوب مانجمنت هيبص عليها وهيشوفها هيلاقيها مظبوطة. طيب بعد كده يجب تسجيل المرحلة الحالية حتى تكون مرجع لقياس التحسينات. يعني أنا دلوقتي عندي مشكلة، فبقيسها الأول وأشوف إذا كان أنا هقدر أعمل لها تحسين وإجراء
ولا لا؟ يبقى يجب تسجيل المرحلة الحالية حتى تكون مرجع لقياس التحسينات التي تم إجراءها بالمشروع. أحط البيانات القديمة مع البيانات الجديدة، هيبقى البيانات القديمة هي مرجعية للبيانات الجديدة، وأشوف أنا هقدر بعد القياس اللي أنا قيسته ده هل العملية اتحسنت ولا ما زالت من غير تحسين. لو ما زالت من غير تحسين هضطر اللي أنا أجيب بيانات جديدة وراجعها وأقعد مع التيم اللي معايا وأشوف البيان دوت مظبوط ولا لا، وأدخلها في الخرائط وتحليل البيانات اللي أنا بعمله، زي ما هناخد النهاردة تحليل بريد ومخطط بريد اللي أنا قلت لكم عليه النهاردة. يا ريت كل الناس سطبت مينيتاب اللي هو البرنامج الإحصائي، وكل الناس تكون معايا دلوقتي حاضرة على الإكسل. يعني أنا هشرح النهاردة مخطط بريدته بطريقتين، هشرح على الإكسل وهشرح على المينيتاب إن شاء الله. خلاص، يبقى النقطة الثانية بعد يجب تسجيل المرحلة القديمة اللي أنا قبل ما أحسن فيها عشان تكون مرجع ليا بعد إيه؟ عملية التحسين بتاعة المشروع. طيب، النقطة اللي بعد كده، يجب تحديث البيانات باستمرار. أنا عايز أحدث البيانات، أقعد أعمل أبديت أبديت كل أسبوع، أقعد أعمل أبديت. يعني لو أنا بعمل خطة تحسين أو بلان او ايا كان العمل اللي انا بعمله مثلا على مدار شهر او سنه او كذا، لازم يكون في ابديتد او تحديث للخطه دي او البيان دوت. وهي البيانات ما بتثبتش، البيانات لا اما في الطالع لا اما في النازل، لا اما بتعلى لا اما بتوطى. فانا لازم اعمل ابديتد دوري، سواء كان بقى كل اسبوع، سواء كان كل شهر، ايا كان انت لما بتتفق مع التيم بتاعك، انا هعمل ابديتد على الخطه بتاعتي او القياسات بتاعتي اللي انا هاخدها في العمليه دي كل قد ايه. تمام، يبقى يجب تحديث البيانات باستمرار. دي النقطه الخامسه. النقطه السادسه، يجب ان تكون الاهداف قابله للقياس والتحقيق. يعني انا الهدف بتاعي لازم اقيسه، لازم أعرف أقيسه عن طريق تولز، أقيسه عن طريق سيستم أو شبكات. الحاجة اللي أنا بقيسها أو بتابعها أو بشوفها لازم تتقاس، لازم تتقاس عشان أحقق الهدف المرجو من القياس ده. القياس ده هيحقق لي هدف، هاخد القياس دوت لهدف أنا عايز أحققه في الآخر. فلازم يكون في الهدف بتاعي او اللي انا بقيسه، ايا كان بقى خدمه او منتج، انا بقيس خدمه عن طريق داتا وسيستم وكاستمر فويس اوف كاستمر او استبيانات او ايا كان. ده بالنسبه للخدمه. بقيس منتج، يبقى لازم في تولز انا شغال بيها بقيس بيها البروسيس بتاعتي. فلازم يكون في هدف قابل للقياس والتحقيق. انا بقيس حاجة تكون مهدفة، ما ينفعش يعني حاجة قيسها وهي ما بتتقاس وما يكونش ليها هدف في النهاية. تمام، طيب، يبقى احنا كده عرفنا هدف خطوة القياس. بسرعة كده نقولهم تاني الست نقط. قلنا اول حاجة جمع البيانات والحقائق المتعلقة بالمشكلة. النقطة الثانية تحليل البيانات ورسم خرائط العملية. النقطة الثالثة اللي هي مصدر البيانات يجب أن يكون موثق ومؤكد. النقطة الرابعة يجب تسجيل المرحلة الحالية حتى تكون مرجع لقياس التحسينات التي تم إجراءها بالمشروع. النقطة الخامسة يجب تحديث البيانات باستمرار. النقطة السادسة يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس والتحقيق. طيب، ده بالنسبة لأهداف مرحلة القياس. دي الأهداف، الست نقط دول اللي أنا قلتهم دلوقتي هم أهداف الميجر، سواء كان أنا بقيس بقى خدمة
او مدرك. الخدمه لادوات، ايه هي ادوات قياس الخدمه؟ لسه واخدين احنا من شويه الفويس اوف كاستمر، الاستبيانات، المكالمات، شكاوي العميل، ده بالنسبه للخدمه. طب المنتج في تولز بنقيس بيها البروسيس، تمام. طيب الخطوات بقى بتاعت القياس، هطبق انا خطوات، هعمل ستيبس وخطوات همشي عليها عشان في الاخر احقق التارجت بتاعي من القياس. الخطوة الاولى فهم وتحديد المشكلة، لازم افهم واحدد المشكلة، لازم افهم واحدد المشكلة، ايه هي المشكلة عشان اقدر احلها. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية تحليل الأعراض. يعني إيه تحليل الأعراض؟ كان زمان يقول لك في مثل كده، العرض قبل المرض. يعني أنا أشتغل على العرض قبل المرض، يبقى لازم أحلل الأعراض الأول اللي هي الجذور بتاعت المشكلة. طيب النقطة الثالثة اللي هي تحديد الحدود، وهنشرح كل نقطة في دول، يعني هنشرح دي بتتكلم من دلوقتي بقى. تحديد الحدود، بعد كده هناخد المخطط بتاعنا اللي احنا ان شاء الله هنشرحه النهاردة وهنعمل له كيس ستادي على الاكسل والميني تاب اللي هو مخطط باريتو. بعد كده جمع البيانات، بعد كده التعديل، التأكيد أو التعديل. طيب نرجع للنقطة الأولى اللي هي فهم وتحديد المشكلة. فهم وتحديد المشكلة عن طريق نقطتين، عن طريق آراء العميل. أنا بقعد مع العملاء بتوعي اللي هم بيتعاملوا معايا في المكان اللي أنا شغال فيه، وبعرف آراءهم من منتجي، عن طريق الفويس أوف كاستومر، عن طريق استبيان. طب ما جاش قاعد معايا وعمل الفويس اوف كاستمر، عن طريق ميلز، عن طريق مكالمات. بجمع بفهم واحدد المشكله، عن طريق اراء العملاء. اراء العملاء سواء كانت زي المثال اللي احنا خدناه في الفويس اوف كاستمر السيرفي، او عن طريق الايميلز، او عن طريق المكالمات التليفونيه. بحدد مشكله العميل، أشوف المشكلة هو بيتكلم عليها فين، وأبتدي أفهمها وأحددها. دي النقطة الأولى في فهم وتحديد المشكلة. النقطة الثانية تحديد المتطلبات ذات الأولوية. يعني إيه الكلام ده هندسة؟ يعني أنا دلوقتي لو العميل ده ما عندوش شكوى واحدة، عنده مثلا 3-4 شكاوي في المنتج بتاعي، هقول له اديني بريورتي، هحل لك الأول المشكلة الأولى، بعد كده المشكلة الثانية، بعد كده الثالثة، وهكذا. يعني أخلي العميل يديني بريورتي أمشي عليها في خطوات الفهم وتحديد المشكلة. يبقى فهم وتحديد المشكلة عن طريق نقطتين، عن طريق طبعا آراء العملاء، بجمع آراء العملاء اللي معايا اللي بيتعاملوا معانا في الشركة، عن طريق الفويس اوف كاستمر اللي احنا لسه واخدينه اللي هو السيرفي المثال اللي احنا خدناه، او عن طريق الايميلز، او عن طريق مكالمات تليفونيه، او عن طريق الشكاوي، ايا كان. يعني اراء العملاء بيبعتها لك ازاي، او انت بتاخد رايه ازاي في المنتج بتاعك. انا بجمع الكلام ده عشان اعرف مشكلتي فين وابتدي اتعامل معاها واحلها. النقطه الثانيه تحديد المتطلبات ذات الأولويات، تحديد المتطلبات ذات الأولويات، بعرف أولوياتي إيه. العميل ده مثلا عنده 5-6 مشاكل في البروسيس أو الخدمة اللي أنا بعملها، يبقى أنا أقول له أنا دلوقتي هعمل لك الخطوة الأولى البريورتي 1، أحل لك المشكلة دي، بعد ما أخلصها هحل الثانيه، بعد ما اخلصها هحل الثالثه. يبقى اعمل له زي اولويات لحل مشاكل المنتج بتاعه. طيب
يبقى احنا كده فهمنا فهم وتحليل المشكله. تحليل الاعراض، تحليل الاعراض يعني ايه تحليل الاعراض؟ برضه من خلال نقطتين، تحليل الاعراض هو الدليل على ملاحظه المشكله. انت بتعرف المشكله منين؟ بتعرف ان في مشكله في البروسيس او الخدمه دي منين؟ عن طريق الاعراض. الاعراض في اعراض، يعني قبل ما الانسان بيعيا مثلا، لا قدر الله، لا قدر الله بيسيبك من العادي، في شويه اعراض كده بتجي لك، بتلاقي جسمك همدان، بتلاقي اللي انت مش عارف ايه، يبقى ده بدايه مرض، بدايه مرض او العرض. هو يجي يقول لك يعني عالج العرض قبل المرض، كان زمان بيقولوا كده، يعني عالج العرض قبل المرض. ما تجيش تبص على الثمار في الشجرة بايظة ليه؟ بص من الجذور بتاعت الشجرة فيها ايه؟ فإحنا لما بنيجي نحلل الأعراض دي النقطة الأولى، هو الدليل على ملاحظة المشكلة. أنت بتعرف مشكلة منين؟ من تحليل الأعراض. النقطة الثانية، تحديد الوحدة المناسبة لقياس الأعراض. أنا دلوقتي عندي عرض في البروسيس الفلانية، في مرحلة ما في البروسيس الفلانية، في الخرائط والمخططات اللي احنا هنفهمها النهاردة ان شاء الله بنريده، حددت اللي هنا فيه ديفكت، ابتدي اشوف الوحدة المناسبة اللي انا هقيس بيها، سواء كانت خدمة او منتج. هقيس ازاي البروسيس في المرحلة دي؟ يبقى تحديد الوحدة المناسبة لقياس الأعراض. بعد كده تحديد الحدود. الحدود بتاعتي لازم يكون فيها بيانات، يبقى الأدلة بتاعت الحدود، الأدلة دي في البيانات، كشف البيانات اللي بيجي لي من التيم بتاعي، أعمل له استادي كاملة وأدرس البيانات ديت وأشوف بالأدلة البيانات دي مظبوطة ولا لا. لو لقيتها مظبوطة أنا كده حددت، يعني حددت جزء من الحدود بتاعه القياس. هاخد البيانات دي وابتدي احطها بقى ايه في المخطط بتاع باريتو، احطها في السايبوك، احطها في زي ما هناخد بعد كده في الفيش بون دايجرام، زي ما الاسكاتر دايجرام، في الهيستوجرام، في الكنترول شارت. كل دي اللي هي الحاجات الايه، الشرطات والحاجات الاحصائيه والاساليب والكلام ده كلها معتمده على الادله، الأدلة في البيانات. وبعد ما نتأكد زي ما قلنا في الهدف، إن البيان لازم يكون صحيح مؤكد، لازم يكون فيه موثوق، موثق أو موثوق، عن طريق طبعا اللي أنت بتقعد مع التيم بتاعك اللي بيجيب لك الداتا وبتشوف إذا كان البيانات اللي جايبها ديت صح ولا لأ. أنت بتتأكد إزاي؟ بتتاكد من طريق معلوماتك، وبتتاكد من طريق الموظفين في المكان، وبتتاكد يعني في كذا طريقه اللي انت تتاكد منها من صحه بياناتك. تمام. طيب ده بالنسبه للخطوه الاولى في تحديد الحدود. الخطوه الثانيه، حجم المشروع. حجم المشروع، انت لازم تكون عارف المشروع بتاع التطوير بتاعك اللي انت هتعمله في السيكس سيجما اللي احنا بنطبق فيه الدماغ، حجمه قد ايه؟ يعني هل هو مشروع كبير؟ هل مشروع صغير؟ هل فتره التطوير بتاعتي دي هتاخد شهر او اتنين او ثلاثه او سنه او سنتين؟ او بتعرف حجم المشروع بتاعك وحدودك ايه؟ عشان تدي في النقطه اللي انا هقولها بعد كده بقى، تدي بدايه ونهايه. اهي النقطه الثالثه، النقاط البدايه والنهايه. يبقى تحديد الحدود، عندك ادله بيانات، حجم مشروعك قد ايه، كبير صغير، هياخد معايا فتره قد ايه. النقطه الثالثه، بدايه ونهايه، لازم تدي ستارت وفينش زي ما عملنا البروجكت شارتر، وقلنا لازم بدايه العمليه ونهايه العمليه تحطوا فين في البروجكت شارتر لما شرحنا في الفاينل الاسبوع اللي فات. يبقى تحديد الحدود، بحط ثلاث نقط مهمين وبدرسهم، بكتبهم كده في النوتس، الادله في البيانات بتاكد من صحتها، حجم المشروع بتاعي كبير صغير متوسط هياخد مني وقت قد ايه، بجدول له، بعمل سكيدول كده صغير في دماغي، اشوف ده هياخد معايا فتره قد ايه، هقدر اطور واطبق الدماغ كلها على المشروع ده في قد ايه. بحدد الاولويه بقى، اخر حاجه نقاط البدايه والنهايه، لازم يكون في هتبدا امتى وهتنهي امتى، ستارت وفينش. تمام. يبقى ده
باختصار شديد تحديد الحدود. طيب مخطط بريتو طبعا هناخده بالتفصيل. النقطة الخامسة جمع البيانات، طبعا عارفينها نجمع البيانات بكذا طريق، ده جمع البيانات ده عن طريق الموظفين اللي شغالين في المكان، عن طريق التيم وورك بتاعك اللي انت كريته في اول المشروع، عن طريقك انت نفسك، عن طريق السيستم، عن طريق الشبكات، عن طريق الاراء، عن طريق السيرفي، عن طريق الايميلز، بتجمع بيانات. وعرفنا ازاي في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها ازاي احنا طرق تجميع البيانات. طب في الاخر بقى بتعمل خطوه مهمه قوي اللي هي رقم 6 في النهايه بقى، في اخر خطوه في القياس، تاكيد او تعديل. يعني ايه الكلمتين دول يا هندسه؟ انا بعد ما عملت الكلام ده كله، وبعد ما حطيت مخطط بريتو، وبعد ما مخطط بريتو ظبط لي الكلام بتاعي، باجي بقى اعمل تاكيد، باكد على النتيجه بتاعت القياس. او ااكدها ازاي؟ لا صح، او لا قدر الله اللي انا عملته كله من البدايه طلع فيه مشكله، فابتدي ايه؟ اعيد القياس تاني. يبقى لا اما هاكد لا اما هعد. نقول تاني خطوات القياس بسرعه. خطوات القياس عندي 6 نقط مهمه. اول نقطه فهم وتحديد المشكله عن طريق اراء العملاء وتحديد متطلبات ذات اولويه. يعني بفهم وبحدد مشكلتي عن طريق ايه؟ الاراء بتاع العملاء والبريورتيز بتاعتي. تحليل الاعراض هي الدليل على ملاحظه المشكله، اي عرض في الدنيا بيبقى ليه ايه، بحلله ازاي؟ بيبقى فيه دليل على العرض ده، وبتظهر المشكله من خلال اول ما يظهر العرض، فابتدي ايه اشوف الدليل بتاعها ايه واشتغل عليه. النقطه الثانيه بحدد وحده القياس المناسبه للعرض ده ايه؟ هل العرض ده في الخدمه بشوف هقيسه ازاي؟ هل العرض دوت في البروسيس اشوف وحده قياس مناسبه ليه؟ فابتدي اشوف وحده القياس المناسبه لقياس الاعراض. النقطة اللي بعد كده تحديد الحدود، قلنا الأدلة كلها في البيانات، حجم المشروع ده كبير صغير متوسط هياخد مني وقت قد إيه. النقطة الأخيرة بحدد الستارت والفينش بتاعت نهاية المشروع. بعد كده مخطط بريتو طبعا هناخده دلوقتي إن شاء الله بالتفصيل. بعد كده بنعمل جمع بيانات، وعرفنا في المحاضرات اللي فاتت والنهارده بنجمع البيانات إزاي. بعد كده النقطة السادسة اللي هي التأكيد أو التعديل، في النهاية بأكد إن الإيه؟ القياس بتاعي مظبوط ولا غلط؟ أو غلط أقرر أن أعيده في مشكلة، يعني ايه بعرف اذا كان ده صحيح او المخطط عمل لي فيه مشكلة، فهنعدل اللي احنا عملناه. تمام، هنشرح بقى مع بعض حاجة مهمة جدا جدا، اللي هو يعتبر موضوع اهم زي السايبوك كده في المحاضرة اللي فاتت. النهاردة مخطط بريتو، النهاردة مخطط بريتو ان شاء الله يبقى دوت كيس ستادي للاسبوع الجاي. كل واحد النهارده بعد ان شاء الله ما يفهم هشرحه بطريقتين، هشرح بريتو النهارده بطريقتين، على الاكسل وعلى المينيتال، وشوف ايه اللي يناسبك بقى. شوف الاكسل اللي هيناسبك، الاثنين سهلين ان شاء الله، ولا المينيتال اللي انا بعت لكم السورس امبارح بتاعته امبارح والنهارده، وفي ناس كتير قوي كاتبه لي على الجروب مش عارف ما بيتسطب ده التسطيب بتاعه سهل قوي، ده من غير برودكت كي ولا حاجه، ده هو نيكست 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 هتلاقيه نزل عندك على الكمبيوتر. انا مش عارف ازاي الناس مش ما عرفتش تسطبه بصراحه. انا لما جينا خدنا الكورس بتاع الجرين وجيت خدت السورس من الدكتور احمد، يعني التسطيب بتاعه ما خدش معايا دقيقه ونص. مستغرب انا الناس اللي ما تسطبش عندها، اكيد في مشكله عندها في اللاب او في الكمبيوتر بتاعها، ما بياخدش وقت بصراحه في التصميم، وما بيحتاجش برودكت كي ولا حاجه، يعني هو انت بتسطبه على طول. المهم الناس اللي ما تسطبش لازم تشوفوا حل التصطيب. انا ما اعرفش ازاي، لان الميني تاب ده اساس السكس سيجما معروف، يعني ميني تاب تعتبر برنامج احصائي، يعني اكيد كل الناس عارفاه، زي الاكسل يعتبر يعني احدث من الاكسل، يعتبر الميني تاب احدث من الاكسل في الادوات الاحصائيه والجوده. من غير ميني تاب مش هنعرف نشرح في نهايه الكورس في الدماغ الكنترول. اللي مش هيعرف ينزل الميني تاب
اخر حاجه في المنهجيه عندنا هتبقى الكنترول، والكنترول شارتس كلها بتتعمل بالميني تاب، ما بتنفعش على الاكسل. يعني الكنترول ما بينفعش على الاكسل، الكنترول شارتس اللي هي في اخر شابتر عندنا ان شاء الله ما بينفعش على الاكسل. ما بيجيبش الابر كنترول واللور كنترول، هيجيب لك شكل لو عملته على الاكسل هيجيب لك شكل الشارت، ومش هيحدد لك حدود عظمى وحدود صغرى، ولا هيحدد لك المين. فلازم الناس تشوف اي صرفة وتنزل برنامج الميني تاب عشان تعرف تشتغل بيه. برنامج مهم جدا جدا جدا، ملوش بديل. البديل بتاعه في الاكسل، لو في بديل بتاعه في الاكسل انا بقوله، او في الوورد، انما بالذات في الكنترول شارت ملوش بديل، لازم ينزل. هنشوف يعني ايه مخطط باريتو، وايه الهدف من مخطط باريتو، ومين هو باريتو، وهنشرح كل حاجة، وهنشوف مبدأ باريتو، وهنشوف الدنيا كلها. ايه باريتو ده؟ ايه الهدف من مخطط باريتو؟ او بيعمل ايه؟ هدفه ايه يعني؟ هنقول ان الهدف من مخطط باريتو التوصل الى معرفة المسببات. يعني ايه الكلام ده؟ التوصل الى معرفة المسببات التي تسهم باكبر قدر في مشكلة جودة المشروع والتركيز عليها. يعني انا بعرف السبب اللي بيسهم في المشكلة، سبب المشكلة ايه، او هو السبب ده عمل ايه. ده بالنسبة للهدف. يبقى الهدف نكتب التوصل الى معرفة المسببات التي تسهم باكبر قدر في مشكلة جودة المشروع والتركيز عليه. اهو ده اللي انا كاتبه هنا في الهدف، هو التوصل الى معرفة المسببات التي تسهم باكبر قدر في مشكلة جودة المشروع والتركيز عليها. طيب طالما في هدف يبقى في نتيجة. النتيجة حصر المسببات وتنفيذ الاجراء التصحيحي اللازم. يبقى انا بشوف بقى المسببات اللي هي نتجت عن طريق مخطط باريتو، اللي هو الشكل الظريف ده اللي على الشمال فوق ده اللي انا مشغله، هو ده مخطط باريتو. بس طبعا يعني ده حاجه لسه هندرس هنعمل الكلام ده ازاي. يبقى النتيجه بتاعته هو حصر المسببات وتنفيذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه. يبقى عرفنا كده الهدف ونتيجه الهدف ده. بعرف مسببات، ومن خلال المسببات دي بنفذ اجراء تصحيحي. بعرف سبب المشكله ايه، وبعد كده بنفذ اجراء تصحيحي. الناس كلها فاهمه يعني؟ ان يعني ريت الناس يعني تتفاعل معايا على الشات، اللي مش فاهم حاجه يكتب لي، او اللي فاهم يقول تمام او اوكي. كله فاهم؟ اللي مش فاهم حاجة أرجوكوا يقول لي عيدها يا هندسة، أو أنا مش فاهم النقطة الفلانية يكتب لي، أنا مش قادر أشغل الميكروفونات عشان الأصوات بس. ما شاء الله عددكم كبير قوي، فاللي مش فاهم حاجة يكتب لي أنا مش فاهم، لأن من هنا مخطط باريتو وأنا هقعد أعيد وأزيد فيه. هو ده أهم حاجة النهاردة في المحاضرة. يعني مخطط باريتو هو أهم حاجة في المحاضرة. تمام. يبقى خلاص قلنا مخطط باريتو هدفه التوصل لمعرفة المسببات اللي بتسهم بأكبر قدر من مشكلة جودة المشروع والتركيز عليه. طب النتيجة بحصر المسببات دي وبعرف هي ايه، وابتدي اعمل الاجراء التصحيحي، بيسموه الكوريكشن اكشن، الاجراء التصحيحي المطلوب مني في المسببات دي. طيب ايه هو مين باريتو ده؟ يعني هم سموه ليه مخطط باريتو؟ طيب
هندي كده ايه مقدمه كده على باريتو، ونشوف مين هو باريتو، ونشوف باريتو ده عمل ايه بالظبط. باريتو او مبدا باريتو، باريتو دوت عالم اقتصادي ايطالي كبير قوي مشهور، كل الناس عارفاه، عالم الاقتصاد الايطالي الشهير. عمل ايه باريتو؟ لاحظ حاجه في ايطاليا غريبه، يعني كان في الوقت دوت لاحظها الراجل دوت. الراجل ده يعني غير من نظام تحسين الاعمال بصراحه. لقى ان 80% من ثروه ايطاليا بيملكها 20% من السكان بعد دراسات. يعني جه باريتو، طب يبقى قلنا باريتو، قلنا الهدف بتاعه التوصل لمعرفة المسببات التي تسهم بأكبر قدر في مشكلة جودة المشروع والتركيز عليها، وقلنا النتيجة بتاعته إيه؟ حصر المسببات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. طيب قلنا مبدأ باريتو، مين هو باريتو؟ قلنا باريتو هو عالم إيطالي اقتصادي شهير، اللي هو لاحظ إن 80% من الثروة في إيطاليا بيملكها 20%، يعني 80% من حجم الاقتصاد الإيطالي بيملكه 20% من السكان. فعمل دراسة على الوضع ده، ومن خلالها نجحت هذه النظرية نجاح كبير، وكان لها الفضل في اتخاذ القرارات في تحسين وتطوير الأعمال والجودة، وهي من إحدى وسائل التطوير في السكس سيجما. خلاص، يبقى نقول مين باريتو تاني؟ نقول باريتو هو عالم الاقتصاد الإيطالي الشهير، الذي لاحظ إن 80% من الثروة في إيطاليا بيملكها إيه؟ 20% من السكان. وبالفعل النظرية بتاعته نجحت نجاح كبير، وكان لها الفضل في اتخاذ القرارات في تحسين وتطوير الأعمال والجودة، وهي من إحدى وسائل التطوير في السكس سيجما. ده باختصار مين باريتو يعني. طبعا أنا مش كاتب الكلام ده في الباوربوينت، أنا قلته يعني من دماغي. طيب مبدأ باريتو بيعتمد على إيه؟ تعتمد فكرة باريتو على أن 80% من النتائج هو نتيجة 20% من الأسباب. يعني إيه الكلام ده يا هندسة؟ يعني 20% من الأسباب بتأثر على 80% من النتائج. يبقى المبدأ بتاع باريتو بيعتمد على إن 20% من الأسباب الممكنة لحدوثها بتأثر على 80% من النتائج اللي هي النتيجة. تمام؟ عرفنا مبدأ باريتو؟ نقوله تاني. فكرة باريتو أو مبدأ باريتو، احنا عندنا مبدأ باريتو وعندنا مخطط باريتو. المبدأ بنطبقه في المخطط. طيب مبدأ باريتو تاني بيعتمد فكرة باريتو على أن 20% من الأسباب الممكنة لحدوثها بتأثر على 80% من النتائج. مخطط باريتو، نشرح بقى كده مخطط باريتو، يا ريت كل الناس معايا. مش عارف كان حصل كده في النص كده، باين في الشبكة ولا إيه، بس أنا عايز أتأكد إن الناس كلها سمعاني، يعني عشان الشبكة باين راحت وجت. انا كده الباور بوينت باين وصوتي باين، يعني الصوت والشرح باينين. طب تمام، يا ريت لو في حاجه مشكله في الصوت او الشاشه بس تكتب لي يعني على الشات. طيب مخطط باريتو، بعمل ازاي مخطط باريتو؟ بنفذه ازاي؟ او بستخدم فيه ايه؟
أول نقطة عندي استخدام الأعمدة الرئيسية، شايفين الشكل اللي هو على اليمين دوت فيه أعمدة رئيسية، استخدام الأعمدة الرئيسية التي تصف البيانات على هيئة فئات متدرجة، يعني أعمدة كده بيتعمل كده أعمدة، وهناخد لما نشرح إن شاء الله الكيس ستادي هنعرف إن الأعمدة دي بتتعمل إزاي، على هيئة فئات متدرجة في ترتيب تنازلي من اليسار إلى اليمين. تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده، الأعمدة الأكثر طولاً على الجانب الأقصر الأيسر، يعني على الشمال الأعمدة اللي هي أطول وبتنزل للأقل طولاً على اليمين، يبقى الأعمدة الأكثر طولاً اللي هي على الجانب الأيسر والأقل طولاً اللي هي على اليمين. طيب يا ريت كل الناس تركز معايا في الكلام ده، لان ده يعني مهم جدا وبيتطبق في كتير من الاعمال. انا عن نفسي بطبقه بشغلي، مخطط باريتو انا عن نفسي بطبقه بشغلي، فيا ريت كل الناس تركز معايا، واللي مش فاهم حاجه يقول لي مش فاهم. طيب بعد كده، بعد ما بحدد بستخدم الاعمده الرئيسيه اللي بتصف البيانات في ترتيب تنازلي من اليسار الى اليمين، اتاكد ان الاعمده الاكثر طولا ايه موجوده على اليسار، والاعمده الاقل طولا موجوده على ايه اليمين. اللي على اليسار ده بنسميه ايه؟ بنسميه القله الحيويه اللي هي الفايتال فيو. الفايتال فيو، الفايتال فيو. يبقى القلة الحيوية اللي هي على اليسار بيدوها تعريف كده اللي هي الفايتال فيو. القلة الحيوية اللي هي على اليسار اللي الأعمدة بتاعتها أطول بيدوها تعريف بيسموه في المخطط الفايتال فيو. طيب الأعمدة اللي على اليمين بيسموها تريفيال ميني. تريفيال ميني اللي هي القصرة التافهة، يعني هي عددها كتير بس مش مؤثرة، فبيسموها ايه؟ تريفيال ميني. تريفيال ميني اللي هي القصرة التافهة. القصرة التافهة دي بتبقى على اليمين اللي هي الأعمدة الأقل طولا. هعيد تاني غير كل الناس اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. يبقى مخطط باريتو بستخدم فيه ايه، او برسم فيه ايه، او بحط يعني الداتا اللي عندي، بستخدم الاعمده الرئيسيه التي تصف البيانات، مجموعه من البيانات وهنعرف بنجيبها ازاي وبنعملها ازاي، بتصف البيانات على هيئه فئات متدرجه في ترتيب تنازلي، يعني من الاكثر طولا للاقل طول في ترتيب تنازلي من اليسار لليمين، على أن تكون الأعمدة الأكثر طولاً على الجانب الأيسر والأعمدة الأقل طولاً على اليمين. طيب الأعمدة اللي هي على اليسار بيسموها الفايتال فيو اللي هي القلة الحيوية، والأعمدة اللي هي على اليمين بيسموها إيه؟ تريفيال ميني اللي هي القصرة التافهة. خلاص كده تمام كده الناس، يعني ايه طبعا لما نطبق هنفهم الكلام ده. هناخد كيس استادي دلوقتي معايا، وكل الناس بقى تبتدي تفتح الاكسل، كل الناس تبتدي تفتح معايا شيت الاكسل. هستنى دقيقتين كده كل الناس تبتدي تفتح معايا الاكسل. تمام، كله مظبط الاكسل بتاعه النهارده، انا كاتب على الجروب الصبح. انا كتبت الصبح على الجروب، كله يظبط الاكسل عشان هنبتدي نطبق باريتو شارت. هناخد كيس ستادي. ماشي، كله فاتح الاكسل كده معايا. طيب هنبتدي هناخد كيس ستادي على باريتو شارت، ونحاول نركز قوي في الكيس ستادي ده.
انا هعمل جدول بالمنظر اللي انتم شايفينه ده واكتب فيه كوزس ونمبر اوف ديفكتس واكتب كل الاوبورتيونيتي والمراحل بتاعتي في الكوزس كل مراحل المنتج او الخدمه سواء كان منتج او خدمه اكتبها هنا انا مدي مثال الشغل بتاعي يعني هنا في الكوزس كتبت الديفكتس ريسيف رو ماتيريال بكتب البروسيس كامله من اول للنهايه يعني بكتب البروسيس بتاعتي كامله في الكوزس وبكتب فيها العيوب او عدد العيوب اللي في كل مرحله ايه يعني انا دلوقتي عندي الديفكتس ريسيف رو ماتيريال في كم عيب ظهر في مرحله الريسيف رو ماتيريال وليكن 7 المرحله اللي بعد كده الديفكت بتاعه البريبريشن وليكن 5 الديفكت بتاعه الاسيمبلي وليكن 2 وهكذا الديفكتس بتاعه الويلدنج وليكن 6 الديفكتس بتاعه الفيجوال وليكن 1 الديفكتس بتاعه الانسبكشن وليكن 3 الديفكتس بتاعه الساند بلاست وليكن 1 الديفكتس بتاعه البنتنج وليكن 1 الديفكتس بتاعه الباكينج وليكن 2 الديفكتس بتاعه الشيبنج وليكن مفيش يبقى انا بكتب عدد العيوب وطبعا هعرف عدد العيوب يعني دي بتبان ده في ناس شغاله على الجوده وفي ناس اللي هم شغالين على البروسيس وعارفين بيطلعوا المشكله فين وعارفين كل حاجه عارفين كل مرحله ايه عيوبها والمنتج في المرحله ديت عيوبه ايه وبيبقوا فاهمين عن طريق مهندس الجوده عن طريق الاوبريتور عن طريق ناس شغاله على الموضوع ده شغلتهم وبحدد على مدار شهر مثلا او 15 يوم او اسبوع او يومين او ايا كانت المهله اللي انا براقب فيها مراحل البروسيس بتاعتي وبشوف كل مشكله عندي في كل مرحله بحط عددها في الجدول ده كده فاهمين معايا ولا لا فاهمين كده خلاص يبقى بالنسبة لنا هنعمل التحليل بتاع باريتو شارت عن طريق الجدول اللي احنا شايفينه ده هنكتب الأسباب وهنكتب عدد العيوب اللي في كل سبب طب الأسباب دي بتاعت ايه؟ هتكتب المراحل بتاعت البروسيس اللي احنا خدناها في البروسيس فلو شارت دياجرام واللي احنا خدناها في الانيشيال اسيسمنت هتكتب البروسيس كامله من البدايه لغايه لما بتبقى فاينل برودكت رصهم كده تحت بعض بالترتيب وتراقب البروسيس ديت ايه العيوب اللي ظهرت في كل مرحله كام عيب يعني لو الريسيف رو ماتيريال حصل فيه 7 عيوب في مجال لمده 3-4 ايام بكتب عدد العيوب طبعا ببقى عارف العيوب واللي شغال في البروسيس في المرحله دي بيبقى عارف العيب وبيقدر يحدده وبيقدر يجمع كل العيوب تمام وبعد ما بحدد الكلام دوت بحطه برسم بيه الباريتو شارت طيب طب ارسم الباريتو شارت ازاي؟ انا هخش معاكم كده على الاكسل وهوريكم بتترسم ازاي. كده الاكسل باين يا هندسه؟ باشمهندس عمرو الاكسل كده باين؟ اه تمام ظاهر معانا. ادي الجدول انا حطيته على الاكسل زي ما حضراتكم كلكم شايفينه كتبت البروسيس كامله وكتبت اعداد العيوب الديفكتس كلها اللي موجوده في كل مرحله اهي وباجي اعمل عليها سيلكت كده بعد ما بتعمل الجدول ده بتقوم عامل سيلكت كده مختار البيانات دي كلها وداخل فوق على الخانه اللي اسمها انسيرت
تمام، بيظهر لي شوية الأشكال اللي هي مرسومة في النص دي، اللي هي مكتوب عليها إيه؟ شرط. تمام كده؟ تمام كده؟ يبقى بعد ما أعمل سيلكت تاني، بعد ما أعمل سيلكت أدوس إنسير، هيظهر لي الخانة اللي هي في النص اللي مكتوب عليها إيه؟ شرط الخرايط. واجي ادوس على السهم الصغير اللي تحت ده اللي على اليمين، هيظهر لي كذا خريطه زي ما انتم شايفين. اختار الخريطه اللي هي الرابعه دي، اللي هي مكتوب عليها كلمه باريتو. شايفين كلمه باريتو؟ اهي باريتو. اعيد تاني، تفاعلوا معايا عن طريق الشات. أعيد تاني ولا واضح؟ فاهمين؟ طيب يا ريت إعادة. حاضر أستاذ أشرف فتحي، يا ريت إعادة. طيب ماشي، هعيد تاني، هعيد تاني يا أستاذ أشرف. الجدول أهو على الإكسل، بحط المراحل وبحط عدد العيوب بتاع كل مرحلة وبقوم مختارها، اعمل سيلكت عليها كده بالماوس واجي ادوس في الخانة اللي فوق اللي بعد هوم انسيرت، هيظهر لي ايه؟ ادوس الانسيرت، هيظهر لي الجزء اللي في النص اللي اسمه شارت. الشارتس دي حاجات كتير قوي، ده فوق ال 200 شارت. فأنا باجي أحدد السهم اللي هو على اليمين الصغير اللي حضراتكم شايفينه ده، عشان يجيب لي الاختصارات بتاعت الشرط، عشان ما أقعدش أخش في كل نوع من الشرط، لأن كل نوع فيه 30 نوع. يعني الشرط دي بتبقى أنواع كتير قوي. بقوم داخل على السهم الصغير ده بيحدد لي أنواع الشرط. فأنا بختار اللي هو الشكل اللي فيه الاعمده التكراريه اللي احنا قلنا عليها، الاكثر طولا والاقل طولا، وباجي ايه؟ اسلكت عليه. هيكتب لي كلمه باريتو واقوم دايس اوكي. اهو شفتوا؟ اتنقل اهو. اتنقل اهو. شايفينه كلكم اتنقل ازاي؟ حددوا بس عشان هو يعني نغير لونه شويه. اهو كده باين للناس كلها. هي دي الباريتو شرط، هي دي الباريتو شرط عن طريق الاكسل. بيكتب لك بقى كل البروسيس عندك تحت اهي، كل العيوب اللي ظاهره في كل مرحله في البروسيس، والعدد بتاعها اللي هو الاعمده. يعني وليكن سبع مشاكل حاططها في الاول، اللي هي الديفكتس رو ريسيف رو ماتيريال، وهكذا بياخد الاصغر فالاصغر فالاصغر ويرسم المنحنى التكراري. تمام لغايه كده كويس؟ تمام كده يا استاذ اشرف. ما هو لازم يكون الاكسل حديث. اللي عندك 2010 ده استاذ شريف آسر مش هيعمل اللي بقول عليه. عشان كده قلت لكم نزلوا برنامج الميني تاب، لان الميني تاب بيغطي بقى الاكسل. يعني الميني تاب احدث من الاكسل، الميني تاب احدث من الاكسل فهيغطي. فاللي ما عندوش هنا اكسل اقل حاجه 2016 او 2014 مش هيجيب له بريتو، مش هيعرف يحلل بريتو، مش هيعرف يحلل باريتو. خلاص يبقى اللي ما عندوش اكسل زي ما انا كتبت النهارده على الجروب، اللي ما عندوش الاوفيس بتاعه حديث، عشان كده هشرح بعد الاكسل الايه الميني تاب. خلاص كده الناس فاهمه؟ نبتدي بقى نشوف الشكل اللي انا حاطه تحت ده.
صغرت الشاشة شوية، يبقى أنا إيه؟ اداريته شرط أهو، أنا سلكت الجدول جاب لي الشكل ده. أنا برضو راسمها تحت هي عشان أشرح عليها على طول، نفس الخطوات اللي أنا عاملها هي الخطوات ديت، والسهوم اللي أنا عاملها دي ده ديزاين، يعني أنا واخده هنا من الديزاين وبرسمه يعني بإيدي، يعني اللي هو أنا كاتب عليها فايتال، الفايتال فيو اللي هي الحتة اللي إحنا قلنا على اليمين لازم أحدد القلة الحيوية بتاعتي اللي هي في الأعمدة الأكثر طولا، وبعد كده التريفيال ميني اللي هي في الأعمدة الأقل طولا اللي هي الكسرة التافهة، يعني كل اللي على الشمال ده حاجات تافهة، يعني إيه؟ يا إما حاجات خلصت، يا إما حاجات ما اتحددتش البلان بتاعها، يا إما حاجات مش مطلوبة دلوقتي. اللي موجود على اليسار اللي هو الفايتال فيو اللي هي الحاجات القلة الحيوية اللي أنا هركز عليها اللي هي المسببة للمشاكل، ده الجزء اللي هو اللي على اليسار ده، اللي أعمدته أكثر طولا. بتيجي تعمل إيه بقى؟ بتيجي تاخد، شايف ال 80% أهي، عند ال 80% أهي براها، عند ال 80% اهي، عند ال 80% بقوم جاي واخد ايه؟ خط مستقيم كده، تمام كده؟ يترسم بقى على الاكسل، يترسم على الميني تاب عادي، بيترسم عادي يعني، الخط ده بيترسم عادي، لو عايزين تعرفوا بيترسم منين اهو، من عند الشيب فورمات، وبتيجي تختار الانسيرت شيبس اهي، بتاخد الخانه اللي هي الشعاع دوت اللي هو الخط المستقيم ده، وتقوم راسمه عادي كده، تمام؟ وتحدد مثلا بتغير لونه، او عرفته بيترسم ازاي؟ انا رسمه له تاني تحت، يبقى بتيجي عند ال 80% وبتقوم راسم ايه؟ الخط المستقيم ده. حلو؟ طيب بعد ما بنرسم الخط المستقيم ده بيقطع المنحنى اللي هو بتاع بريته، بيقطع المنحنى بتاع بريته، هاجي عند نقطة الالتقاء ما بين الخط المستقيم اللي أنا رسمته من عند ال 80%، بقوم جاي بحدد نقطة الالتقاء بتاعي أو نقطة المماس بتاعتي بتاعت المنحنى، وأقوم نازل خط فيرتيكال أوف كده، يبقى أنا كده حددت الفايتال فيو، الفايتال فيو حددت ايه؟ الفايتال فيو اللي هي المنطقه اللي على الشمال من خلال نقطه الالتقاء بتاعت ال 80%، مش احنا قلنا ان 80% اللي احنا لسه شارحينها من شويه اللي النظريه بتقول ايه؟ 20% من الاسباب بتسبب 80% من النتائج، نرجع لها تاني في الباور بوينت عشان افكركم بيها. طب انا مش هينفع اقطع دلوقتي لان المنحنى بريته ده انا لسه، فطبعا الباشمهندس عمرو والمهندس احمد حسام هينزلوا المحاضره على الفيسبوك، بعد ما نخلص محاضره المحاضره بتنزل اوتوماتيك ان شاء الله على الفيسبوك، فاللي عنده صلاه جمعه في البلاد الثانيه يتفضل ويتابع ايه المحاضرة على من خلال الفيديوهات. في واحد كاتب له سؤال بيقول لي كيف تم تحديد الحد الفاصل بين الفايتال فيو والتريفيال ميني؟ سهل قوي، انا لسه بشرحها اهو، انت مستعجل ليه؟ انا هشرحها يا استاذ شريف، اسف انا هشرحها. بص يا سيدي، انت دلوقتي دخلت الداتا بتاعت الجدول وعملت الانسيرت بتاعك وخدت من خلال السهم الصغير بتاع الشرطات كلمه المنحنى بتاع بريتو، ظهر لك المنحنى اللي ايه؟ اللي اترسم فوق اللي انا جبته لكم ده، تمام؟ باجي بعمل من الديزاين، هو بيرسم المنحنى اللي هو خط الاحمر ده اللي هو مجموعه من النقط ليس. انا باجي عند ال 80% اللي هي 80% من النتائج
بتأثر على إيه؟ 20% من الأسباب. فباجي باخد ال 80% وباجي أعمل الخط المستقيم ده بطوله كده زي ما حضراتكم شايفين، يعني عند ال 80% اللي هي اللي على اليمين البرسنت بتاعتي، بختار ال 80% واجي امد شعاع لغايه الاخر، تمام؟ هيقطع الخط بتاع الايه؟ المنحنى التكراري اللي هو عندي بتاع اللي هو شكله عامل زي الاس كيرف ده، هيقطعه في نقطه، نقطه التقاطع هنزل منها بخط مستقيم على ايه؟ على الخط الفيرتيكال لغايه تحت عندي على الاعمده، يعني بنزل بخط مستقيم كده على الاعمده اللي هي الديفكتس بتاعتي، وباجي احدد ايه الفايتال فيو والتريفيال ميني. اللي على الشمال التريفيال ميني، اللي اسف اللي على اليمين التريفيال ميني اللي هي الاعمده الاكثر طولا، واللي على الشمال اللي هي ايه الفايتال فيو اللي هي الاعمده الاطول طول. يبقى التريفيال ميني الاعمده الاقل طولا اللي هي على اليمين، والفايتال فيو اللي هو الاعمده الاكثر طولا اللي هي على الشمال. اللي مش فاهم يكتب لي على ال يكتب لي على ال يكتب لي مش فاهم كده. كله فاهم؟ استاذ اشرف فاهم؟ استاذ شريف اسر فاهم كده؟ فاهم الحته بتاعت الفايتال فيو والتريفيال ميني؟ استاذ شريف اسر الرسمه الثانيه هتترسم ازاي اللي هي على الميني تاب؟ هشرحها. حاضر حاضر شريف، استاذ شريف اسر تمام شكرا. طب خلاص كده واضح، كده واضح. طيب يبقى خلاص السؤال اللي كانوا حضراتكم كلكم بتسالوه اللي هو كيف يتم تحديد الحد الفاصل بين الفايتال فيو والتريفيال ميني، خلاص احنا كده ايه شرحناه. ده بالنسبه لشرح مخطط باريتو على الاكسل. طيب لما باجي اشرحه بقى على الميني تاب هنبتدي فيه. حاضر يا استاذ حسام استعجلش، اشرحه على الميني تاب يا استاذ حسام. هاجي انا هنا، انا هنا هرسمها لكم هنا تاني اهي، ده على الاكسل اهي الكيس ستادي بتاع باريتو شرط. ادي الفايتال فيو وادي التريفيال ميني، وهنا هتبقى من الجزء اللي على الشمال اللي هو بتاع الفايتال فيو هيبقى من اول الديفكتس اسمبلي، من اول الديفكتس اسمبلي لغايه وانت ماشي. هي دي المشاكل اللي انا هركز عليها. يبقى المشاكل اللي انا هركز عليها اللي هي الديفكت ريسيف رو ماتيريال والويلدنج والبريبريشن، كل اللي على الشمال والانسبكشن والاسمبلي، كل دي ايه العيوب الديفكتس بتاعتي اللي انا هركز عليها اللي هي على الشمال اللي هي في الاعمده الاكثر طول. يبقى هو نقطه الالتقاء بتاعه المنحنى ماشي مع الخط المستقيم اللي عند ال 80% اللي انا رسمه ده، وبحدد بقى اذا كان ده فايتال ولا تريف. طيب نبتدي بقى نشتغل على الميني تاب. ادي صفحه الميني تاب اهي، تمام شايفينها كده؟ شايفين صفحة الميني تاب؟ أنا منزلها أهي. ونيجي ناخد الداتا دي سيلكت بالإكسل، أو ناخد الجدول ده. ناخد الجدول ده كده كوبي، وباجي على صفحة الميني تاب وأقول كل واحد بقى يكتب معايا الخطوات دي أرجوكم، عشان الميني تاب صعب. الميني تاب اللغة بتاعته مش زي الإكسل بيبقى فيه خطوات، فلو ما عرفتش الخطوات مش هتعرف تطبق على إيه؟ على الميني تاب. باخد الداتا من الإكسل وأعمل لها كوبي
وباجي احطها في الميني تاب، اعمل بيستن اهي نزلت كلها اهي، شايفينها؟ مفهومه كده؟ مفهومه كده؟ اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. مفهومه كده؟ انا نزلت الداتا الجدول الصغير عندي في الميني تاب، مراحل في الكوزس والنمبر اوف ديفكتس، العدد العيوب اللي عندي، مفيهاش كده مشكله. حلو؟ باجي ابص على كلمه ستات فوق، كلمه ستات فوق شايفينها؟ كله يكتب، كله يكتب الخطوات، وبختار حاجه اسمها كواليتي تولز، بقف عليها كواليتي تولز. يبقى تاني بنزل اهي الداتا هنا في الورك شيت، وبقف عند ستات، وبختار الكواليتي تولز، وباجي عند الكواليتي تولز في السهم اللي على الجنب بلاقي كلمه باريتو شرط، بختارها لغايه اوقف. هبان لك الصفحه دي اللي عندي. باجي اخد الكوزس اللي هي سي 1 واكتب سيلكت، واقف على الفريكوانسي، واخد النمبر اوف ديفكتس، واخد سيلكت تحت، وادوس اوكي. شايفين الشكل؟ شفتوا؟ جاب لي باريتو شارت اهي، وجاب لي الكوزس، وجاب لي النمبر اوف ديفكتس، وجاب لي الاعمده الاكثر طولا والاعمده الاقل طولا، والمنحنى اهو، وبرضه هتعمل عند ال 80% وتنزل تحت والكلام ده. وكاتب لك اهي عدد العيوب بتاع، بس بقى الميني تاب احدث شويه من الميني تاب احدث شويه من الاكسل. كاتب لك بقى التكرار، بصوا هتلاقي ايه النمبر اوف ديفكتس تحت العدد اهو، وبعدين البرسنت بتاعته، يعني هو البرسنت بتاعته بالنسبه لباقي المراحل كام في الميه، بعد كده التكراريه كوميوليتيف برسنت يديها لك، يعني هو بيديك يعني اللغه كامله بقى كلها في الميه. تمام؟ ممكن الاعاده؟ اعيدها تاني، اعيدها تاني استاذ احمد الجرحي، اعيدها تاني. حاضر. اقفل خالص وافتح. اجيب لك من الاول. بفتح صفحة الميني تاب اهي، بس هو الميني تاب بياخد وقت شوية، التحميل بتاعه يعني بيبقى تقيل شوية عشان البرنامج طبعا احدث حديث، بياخد وقته يعني في التحميل. باجي على الصفحة بتاعت الجدول اللي هو في الاكسل، هو واخدها كوبي، اهو الميني تاب فتح معايا، حضراتكم معايا. باجي على اول خانه واعمل بيست سيلز، تمام كده، وباجي على كلمه ستات، كواليتي تولز، باريتو شارت، وباجي اختار الكوزس سيلكت، والنمبر اوف ديفكتس سيلكت، وبدوس اوكي، يطلع لي المنحنى بتاع باريتو تقريبا شرط. تمام؟ اقوله تاني؟ ممكن تتفاعلوا معايا، اقوله تاني؟ اعيده تاني؟ لا تمام. طيب يبقى بكده خلصنا المحاضرة إن شاء الله اللي هي بتاعت النهاردة، وخلصنا المشي.
إن شاء الله بإذن الله بكرة هنشرح حاجة جديدة في الكورس بتاعنا، وأنا عايز النهاردة بقى من هنا لغاية الأسبوع الجاي تعملوا لي هوم وورك في بريت وشرط في مجالك برضه. أنا ليه بخليك أطبق، يعني ليه بخليك تطبق في المجال بتاعتك؟ عشان اللي أنا بخليك تدرسه تطبقه بشغلك. يعني مش هما كلمتين بتحفظهم عشان خاطر اوصل لغايه موضوع الشهاده، لا انا عايزك تشتغل في مكانك وتطبق في مجالك. ده الهدف من الكورس، مش شهاده، هي مش شهادات. الهدف اللي انت تطبق اللي انت بتدرسه في شغلك وتعرف تشتغل بيه وتقدمه لرؤسائك ويشوفوا شغلك. ده الهدف. فأنا عايز إن شاء الله الناس الشاشة معلقة. أنت عايز الميني تاب تاني يعني؟ أهي. فأنا إن شاء الله عايز الناس تبتدي تشتغل على مخطط بريتو اللي قدامكم دوت في الباوربوينت. اللي عايز يعمله بالاكسل اللي يعمله، اللي عايز يعمله بالمينيتاب يعمله، مش هنختلف. الاسلوب واحد والهدف واحد، يعني النتيجه في الاخر واحده، بتحدد لي الحاجتين بتوعي الفايتال فيو والتريفيال ميني. انا عايز الحاجتين دول، عايزك تحدد لي الفايبر فيو والتريفيال ماني بالاكسل ماشي، بالمينيتاب ماشي، المهم اعرف القياسات بتاعتي اللي انا دخلتها وقستها وظهرت لي العيوب، حطيت عدد العيوب، اشوف في الاخر انا هركز على ايه في حل المشكله. وهو ده موضوع مناقشتنا بكره ان شاء الله. انا قست وحددت المشكله، هحللها ازاي؟ الانالايز. ودي الخطوه الثالثه ان شاء الله في الكورس بتاعنا في منهجيه الدماغ. الانالايز هنبتدي نشرح بقى الانالايز، خطواته كتير جدا والاساليب بتاعته كتير قوي. فإن شاء الله بكرة بإذن الله نكون مع بعض بإذن الله إن شاء الله، ونبتدي، لأن الأنالايز مش هيخلص بكرة. الأنالايز هياخد بكرة إن شاء الله، وهياخد معانا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. يعني الأنالايز هيخلص على محاضرتين لأنه كبير وفيه كتير شغل. فأرجو إن أنتوا تكونوا فهمتوا النهارده الميجر، وممكن إعادة الخطوة الأخيرة للبريتو في الميني تاب. حاضر حاضر أستاذ علي نديم، أشرحها لحضرتك أهي تاني. ماشي، بعمل باخد الداتا بكتبها. ماشي، اكتب حضرتك يا أستاذ علي ورايا، وبختار كلمة استات، وبنزل عند كواليتي تولز. شايفها يا أستاذ؟ أستاذ علي؟ وبختار بريتو شرط. تمام؟ بيطلع لي الصفحة اللي حضرتك شايفها دي. تمام؟ بس بعمل سيلكت على كوزس، وأدوس سيلكت. بعد كده النمبر أوف ديفكتس، وأعمل سيلكت، وأدوس أوكي. بيجيب لي الشاشة دي. يعني كده تمام. تمام يا أستاذ علي؟ أستاذ علي؟ أستاذ علي نديم؟ تمام؟ طب تمام. الحمد لله. خلاص، فإن شاء الله هنبتدي ندرس بكره الأنالايز، وإزاي باخد القياسات من مخطط بريتو بحللها بقى.
بدخلها بقى في الخطوه الثالثه في الديباج، باخد القياسات اللي انا قستها واشوف المشكله عندي في انهي حته في البروسيس. يعني انا عندي البروسيس هنا 13 مرحله، بقوم واخد انا الفايتال بتاعي وابتدي ادخله في الاناليز واشوف هعمل ايه واظبط ايه وهنقيس ازاي قصدي هنحلل ازاي المشكله. وطرق التحليل عندي كتير، مش عايز طبعا يعني مش يعني ماهد فيها النهارده، بس هو ان شاء الله من بكره في ميعادنا الساعه 9 بتوقيت مصر القاهره هنبتدي نشرح الانالايز. وعايزكم بقى ان شاء الله تبتدوا تطبقوا مخطط باريتو في مجال عملكم، تراقبوا البروسيس عندكم وتشوفوا مشاكلها وعيوبها ايه، وتكتب قدام كل مرحله وايه عدد العيوب، وتحلل عن طريق المينيتاب وعن طريق الاكسل ايا كانت الطريقه، وتشوف مشكلتك فين والقله الحيويه فين والكسره الدافعه فين، وتشوف الفايتال فيو بتاعك فين والتريفيال ميني بتاعك فين، وتحدد مشاكلك وتشوف وتقيس. وان شاء الله ربنا يسهل اشوفكم بكره حاجه جديده، ولو في اي سؤال عندكم ممكن اسالوه. يعني من فضلك هل هيتم شرح الميجر سيستمز في مرحله كل حاجه هتشرح؟ متقلقش استاذ احمد منصور، هنشرح ان شاء الله الاساليب بتاعه التحليل. متقلقش في سؤال تاني؟ هل حد عنده اسئله تانية؟ اللي عنده أسئلة تانية يكتبها على الشات. باشمهندس عمرو، باشمهندس عمرو معايا؟ في حد عنده أسئلة تانية؟ هو كده تمام كده يا جماعة، لو في حد عنده أي سؤال. باشمهندس أحمد، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك يا دكتور؟ عامل إيه؟ الحمد لله، إزي وحشنا والله. الله ليه ما يخليك. سمعتش صوتك النهارده؟ لأن النهارده كانوا قاطعين علينا النور. أنا مش عارف المهندس عمرو بيقول لي في هاكر حصل، أنا يعني إيه؟ ده الهاكر بتاع إيه اللي القاعة بيضايقنا يعني؟ معلش، هي القاعة كده يعني بيخش عليها ناس أجانب تقريبا. طيب تمام. اللي بيسأل عن الميني تاب أنا بنزله على الجروبين ومش محتاج برودكت كي، ده بيتسطب على طول. زمايلكم في الجروب الأولاني والتاني نزلوه بسهولة، مفيش حد اشتكى. يعني كل الناس كتبت على الجروب تم التنزيل، شكرا يا هندسه تم التنزيل. فاللي ما بينزلش عنده بيبقى في مشكله في اللاب، عنده في مشكله في اللاب. فحاولوا تتواصلوا حتى مع اي قسم اي تي او ايا كان اللي انتوا بتتعاملوا معاه، يحاول او اي مركز جنبيكوا اي سنتر يحاول ينزل لكم الميني تاب، لان الميني تاب مهم جدا وهنستخدمه في اخر حاجه في الديماك اللي هو الكنترول. مش هيبقى ما يتشرحش على الاكسل، الكنترول شارتس ما بيشرحش على الاكسل، لازم الميني تاب. وهو الميني تاب يعتبر برنامج احدث من الاكسل، فبيلم كل العمليات الاحصائيه اللي تتخيلها. فاللي مش متسطب عنده الميني تاب يحاول، مشكور اللي هو ينزله في خلال الاسبوع ده، واللي مش هيطبقه عن طريق باريتو يشتغل باريتو بالاكسل، واللي مش هيشتغل باريتو بالاكسل يشتغل باريتو بالميني تاب. يعني لك مطلق الحريه. المهم انا عايز في خلال الاسبوع ده كل الناس تبعت لي الهوم وورك في مخطط باريتو في مجال عملها، كل واحد يكتب في مجال عمله كل البروسيس كامله والعيوب اللي بتحصل في كل مرحلة، ويحلل بقى ويشوف بقى زي ما درسنا النهاردة، ويبعت لي على الجروب وانا اشوف الكلام بتاعه صح ولا غلط. اللي انا خلي بالكم كل واحد بيبعت لي حاجة براجعها وبقول له اوكي صح، واللي مش عاملها صح بقول له الكومنت بتاعها لو تلاحظوا على الجروبين.
عشان ده طبعا هيأثر على الشهادة. يعني هيبقى في نسبة للحضور وفي نسبة للتمارين والهوم وورك اللي احنا بنعمله. فكل الناس تهتم. وبعدين الهدف من الكورس زي ما قلت لكم مش الشهادة. الهدف من الكورس سيكس سيجما اللي انت تطبقها في شغلك، تطبقها في مجال عملك. يبقى الهدف من الكورس تطبيقها في مجال عملك. رؤسائك شوفوه. واشوفكم بكره على خير ان شاء الله في الخطوه الثالثه في الانالايز. والسلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه.